السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شوية الميمة. اليوم إن شاء الله نقدم لكم صابلي بشكل جديد، كيجي الشكل ديالو رائع. بقاو معنا بشوفوا المقادير ديال العجينة ديال هاد الصابلي هذا وطريقة الزين ديالو. بالنسبة للمكونات اللي غنحتاجو ليهم: أصفر بيضة، 80 غرام ديال الزبدة، 100 غرام ديال السكر الناعم، معلقة كبيرة ديال الكاكاو، جوج معالق كبار ديال الزيت، منشا عندي هنايا معلقة كبيرة، والدقيق يبقى حسب الخلاط. تناخدو إناء فاش نخلطو العجينة ديالنا، تناخدو الزبدة هي الأولى، نضيفو لها السكر، نخدمو الزبدة مزيان مع السكر كلاسي حتى يندمجو لينا مزيان ويجي لينا على شكل كريمة. عندنا الزبدة شوية قاصحة لحقاش كانت في التلاجة. هاي العجينة ديالنا كيما تلاحظو معايا خاصها تبقى طرية، هانتوما غنخليوها كترتاح حد 10 دقايق ونطلقوها من بعد باش نسرحوها. هاي العجينة ديالنا من بعد ما ارتاحت غنسرحوها. غنستخدم هنا الورق، اللي معندوش الورق يمكن ليه يعمل بلاستيك غذائي يسرح فيه. مفرقوش بزاف العجينة ديالنا، تنخليوها شوية غليظة. غناخدو هاد المقطعطير، تقدرو تستعملو أي مقطع عندكم، أنا غنستخدم هاد المقطعطير هدا، وانتوما لكم اختيار. بحال هكا أنا غنوريكم صافي. معايا كيفاش تيجي. دابا غنوضعو في اللاطا اللي غتدخل الفرن. اللاطا ما تحتاجوش نهائيا انكم تدهنوها، هاد الزبده والزيت اللي في صابلي كافي، ما غيلصقش لكم نهائيا. نطيبو صابلي ديالنا في الفرن، فاقوا ان شاء الله من بعد ما يطيب لينا صابلي ديالنا. ها هو صابلي ديالنا من بعد ما طاب، هانتوما معايا كيفاش تيجي على هاد الشكل هذا. عندي هنايا الناباج والكليكوز، ضفت عليهم الروح ديال الليمون الحامض، هي اللي غنلصق بيه. تقدروا تستعملوا الكونفيتور ولا الشوكولاط،
ولا نيس لي كراميل الا كان عندكم حتى هوايا، لصقوا بيه صابلي ديالكم علاش لا. شوفوا دابا غنمرو باش نحضروا الطاليه اللي غنزينو بها الحلوه ديالنا. غنحتاج هنايا معلقه كبيره ديال الزيت وجوج معالق ديال الماء. عندي هنايا الكاكاو المر، الكاكاو هكا البني ها هويا، وعندي السكر كلاصي او السكر الناعم. كناخدو الزيت، كنضيفو الزيت، نضيفو عليه الماء، نبدا نضيفو السكر شويه بشويه. ها هو الخليط ديالنا كما تلاحظوا معايا، شتي عليه خصو يكون ثقيل شويه. غنقسمو على هاد الكيسان اللي عندي هنايا، عندي هنايا الشوكولاط اسود دوبتو في حمام مائي، ضفت عليه معلقه كبيره ديال الزيت. ناخذ الصابون ديالنا تاع هاي الطاليه ديالنا وضعناها هنا في بلاستيكه. هانتوما ها هما الاشكال الاخرين. الصابلي ديالنا من بعد ما كيبرد عواصاب لي ديالنا في الشكل ديالو النهائي. كنتمنى الفكره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. لا عجبكم فيديو عملوا لايك، بارتاجوا الفيديو مع عائلتكم الاصدقاء، والى اللقاء مع وصفه جديده.